السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يرحم أيام زمان، أيام البساطة بكل أمور الحياة، بدءاً من الطعام للفرش لمتطلبات الزواج وحتى الخلفة وتربية الأولاد. كان الولد يفرح لما يلعب بعجلة سيارة قديمة، والبنت تخيط لعبتها بإيديها وتبقى معها حتى تتزوج وتطلع من بيت أبوها. كانوا عايشين ببساطة شديدة وبظروف قاسية، ولكن مع ذلك كانوا سعداء، سعداء بالحصول على أبسط الأشياء. بينما اليوم ويلي سميناه عصر العولمة أو عصر الانفتاح، تحولت حياتنا كلها إلى خطين لا ثالث لهما، خط تحصيل المال وخط إنفاقه، وغالباً صار حجم الصادرات أكثر بكثير من حجم الواردات. ومع تكاثر الديون وزحمة المتطلبات والعجز المالي المتراكم، نسينا أنفسنا بل نسينا أبنائنا كمان، وصرنا نلهث كلياتنا وراء المزيد والمزيد من المشتريات لحتى نخدر شعورنا بالذنب وتقصيرنا بإدارة جيوبنا وحياتنا المالية. وسط هذه الزوبعة الشديدة ولدوا أبنائنا وكسبوا هالعادات السيئة بالمعيشة، وزادوا الضغط علينا بطلباتهم يلي ما بتخلص. التربية المالية هو عنوان جولتنا لليوم في عالم التربية. رح نتعلم مع بعض التقنيات الضرورية لتعديل أسلوب العيش المادي يلي صار مثل الطوفان. بداية علينا نعرف أن الأطفال مؤثرين في اقتصاد الأسرة بشكل مباشر بنسبة بتوصل إلى 20%، ولا سيما في بعض المجتمعات يلي اعتادت تدليل الطفل قبل مولده، ويعتبروا هي العادة ضرورة يحاسب عليها المجتمع. غرفة ملونة وملأة بالألعاب مع سرير ناعم وألبسة تليق بسعادة المولود القادم، مع كل مستلزمات الدلال من حمالة تحمله على الظهر وكرسي هزاز وعربة وعربة للشارع وأرجوحة إلى آخره. ولا أعتقد أني رح بالغ إذا قلت أنه حتى صار في مراهم وزيوت للتدليك خاصة للأطفال، وكمان بانيو خاص للبيبي. فعلاً ميزانية بحالها لسعادته أو سعادتها، والمصيبة إذا كان المولود الأول صبي وأجت بعده بنت، فكل شيء رح يتغير من اللون السماوي إلى اللون الزهري. وهات يا مصروف، حتى العائلات محدودة الدخل تحدد ميزانية خاصة لهذا الحدث العظيم وبتكرم عليه قدر الإمكان. وأكثر من ذلك، تخيل معي طفل يولد وسط هذه الرفاهية وهو مو فاهم أي شيء، وبيصير بعامه الأول وهو لساته محتفل بعيد ميلاده ومو فاهمان شيء، بيعزموا المعازيم وكل الأحباب والطفل عم يبكي على رضاعة ومو سائل لا على ضيافة ولا على معازيم ولا على هدايا. ويمكن بالسنة الثانية يهتم ويفرح، ومن بعد سن 3 سنين تبدأ عملية إقحامه بهذا العالم الجميل. ولما يدخل الروضة والمدرسة تكبر المسؤولية أكثر، ولا سيما لما يصيروا ولدين أو 3، وقتها رح يصيحوا الوالدين أريدوا حلا. عزيزي المربي، أعرف أنها ورطة ووقعت فيها، ولكن بإمكانك الآن أنه تتخذ قرار بالعودة كم خطوة للخلف لمصلحتك أنت ولمصلحة هذا الولد، ولحتى ما تتحول إلى رقم استهلاكي بهذا العصر المجنون. مهما كان عمر أولادك ومهما كان عددهم، أنصحك تتابع الحلقة وتبدأ بالخطة معي قبل فوات الأوان. نبدأ بالحل الأول. 1، قبل ولادة أي مولود حدد ميزانية دقيقة على قدر دخلك وتقيد بها، ولا تستدين على الإطلاق. ممكن يكون هذا مولودك الأول، ولكن اعلم أن كثرة المشتريات لن تزيد في متعة رضاعته ولا نومه. عالمه المحدود محصور فيك وبأمه فقط، فارحم نفسك وارحمه. 2، أنت أيها الأب القدوة الاستهلاكية في البيت، فكن قدوة جيدة في إدارة المصروف ولا تشتري إلا ما يلزم، وإن كان هناك استثناءات في الأعياد والحفلات فلتكن ضمن الخطة الشهرية حتى ما تقع بالدين. قال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. فالاقتصاد المالي لا يعني البخل أو الشح، وهذه الثقافة يجب أن تمارس عن وعي وإدراك حتى لا يتهم الأب أو الأم بالبخل. الفكرة الرابعة هي فكرة الادخار، فكرة حضارية وغاية بالفائدة. بإمكانك عزيزي المربي تبدأ بالادخار للمولود حتى قبل ولادته. بمجرد بدء الحمل خصص مبلغ ولو كان زهيد بشكل أسبوعي وحطه بالحصالة، ولمدة 9 شهور رح يطلع المبلغ جيد ورح يغطي بعض التكاليف للولادة ومصاريف المولود بإذن الله. حتى بعد الولادة، المولود الجديد جرت العادة عند أغلب المجتمعات بجلب الهدايا للأم بعد الولادة، فمن الجميل جداً نتفق مع المعازيم والأهل أنه تكون الهدايا عبارة عن قطع نقدية على قدر الاستطاعة، وتوضع بحصالة جديدة وجميلة تنسب للمولود.
وكلما كبر هذا الطفل وتوالت المناسبات كلما تملت الحصالة أكثر. وأعرف عائلات بقيت معهم الحصالة حتى تزوجوا منها. هذا أمر طبعاً بيحتاج لصبر كبير ولكنه غير مستحيل. خامساً، وأما الأطفال يلي صاروا بعمر الروضة أو المدرسة فمن الضروري تخصص لهم مبلغ محدود للمصروف اليومي، ولا مانع أنه يزاد كل فترة حسب استطاعة الأب أو حاجة الطفل. وأما في الأعياد فله حساب آخر، فلا عيد دون عيدية. سادساً، إعطاء كل شيء للطفل بيجعله زاهد بكل ما حوله ويصاب بالملل وفي كثير من الأحيان بالاكتئاب، فلنترك شيئاً للأبناء يحلموا فيه. فعلاً أعرف بعض العائلات أيضاً الغنية يلي بتحرم أبنائها من الأموال الضخمة وبتجبرهم على النزول إلى ساحة العمل ليعرفوا قيمة القرش. طبعاً لست مع هذا الحزم كله، ولكن حرص الأهل على تدريب الولد على التجارة مفيد جداً، ونزوله لسوق العمل مفيد أيضاً أكثر، ولا سيما الصبيان. هذا بيضمن له مستقبل اقتصادي طيب وبيمرنه على كسب المال بشكل شخصي، وهو مهم جداً لبنائه كإنسان مسؤول. 7، بعض الأهالي عاطفيين وبيعتمدوا سياسة احرم نفسك لأجل ابنك. لهم أقول إياك تقتل نفسك مرتين، مرة بحرمانها ومرة بالحزن على ابنك لما يتعلم إنه ياخد وما يعطي. رح يجي يوم وما يكفي شيء ولو بعد كل بيتك، فكن رحيم بنفسك وبولدك قبل فوات الأوان. 8، إذا كبر الولد وصار بعمر 15 أو 18 سنة لا مانع تعمل له حساب بالبنك وتراقبه بين الفترة والأخرى لضمان مقدار السحب اليومي أو الشهري على أنه ما يزيد مصروفه عن المعتاد، ولكن فتح الحساب لسهولة الإيداع وليتعود الولد على التعامل مع البنوك مستقبلاً. 9، قال عليه الصلاة والسلام لا تسرف ولو كنت على نهر جاري. قاعدة ذهبية تعلم المسلم التوفير بكل شيء حتى لو كان من المال العام، فبعض الناس بيفكروا أن المال العام حلال ممكن ياخذوا منه كيفما كان، ولكن الشرع حرم ذلك وحرم حتى الصيد من غير ضرورة. فالتوفير والاقتصاد من صميم حياة المسلم ويعود الطفل يقدر نعمة الله عز وجل عليه بكل مكان. 10، قال عليه الصلاة والسلام ما نقص مال من صدقة قط. معنى إنساني عظيم جداً يعلمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الإحساس بالآخر. وأيضاً الصدقة تطفئ غضب الرب، فلتكن أحد الكفارات يلي منوجهها للأطفال، وليكن في البيت صندوق خاص للصدقات كل الأسرة بتحط فيه حسب المقدرة، ومو شرط يكون مقدار معين، لكن لازم الصندوق يكون فيه فلوس ولو مرة بالشهر يفتحوا ويتبرعوا لجهة خيرية لحتى يتعلم الطفل خلق الصدقة ويشعر بالفقير ويحسب الحسنات. 11، البحث عن التنزيلات وعن فرص الشراء يوفر الكثير من المال ويعود الطفل على مقارنة الأسعار منذ صغره. فبين الدرهم والدرهمين تجمع ثروة. 12، بما أنه صار عنده حصالة شخصية ساعده في وضع هدف شهري أو نصف سنوي، ممكن يحب يشتري فيه حقيبة جديدة أو ممكن ثياب جديدة، ممكن تحلم البنت بفستان أبيض تلبسه على العيد، ودخلك الشهري ما بيسمح لك تشتريه، فالحصالة ستكون الحل، وهذا يعلمها التعاون وتحقيق الأحلام مع الأهل. 13، بإمكانك إطلاع الصغير على مصاريفك الشهرية بعمر 10 فما فوق، ومن بعد السن 15 ممكن نعمل تجربة ونسلمه المصروف ولو مرة لحتى يقدر يقدر الواردات أو الصادرات بالشهر. بحال نجح الطفل بتجميع مبلغ معين كل شهر كافئه بزيادة مصروفه تشجيعاً له لحسن إدارته المالية. وآخر شيء لازم أنوه عليه هو الإعلانات التجارية المنتشرة بكل مكان، صارت الثقافة رائجة اليوم وتقاس حضارة الشخص بكمية مشترياته. فإذا حط الأب حد لهذا السلوك غير السوي ووضح لأولاده أنه مو كل شيء بيطلع على التلفزيون هو مفيد وجيد، وأنه كلها لعبة إعلامية وإعلانية هدفها فقط تحفيز المستهلك للشراء، فرح يختصر على نفسه كثير من المصاريف والمشاكل بإذن الله. أعتقد صار واضح مدى غرقنا كمستهلكين بموجة الشراء غير الواعي، وصار لازم نحط حد لنا ولأولادنا قبل استفحال البلاء. والآن صار وقت الخلاصة. حكينا اليوم عن تدريب الطفل على الاقتصاد السليم. 1، حدد ميزانية. 2، كن قدوة بالمصروف. 3، عليك بصندوق المدخرات. 4، علمه كسب المال. وسعادة تامة أتمناها لكم ولأبنائكم، ولكم مني السلام.